انتشر الفقر ليغزي الأغنياء، اختار البساطة ليغزي الحكماء، اختار الصمت ليغزي المتكلمين. البابا كيرلس لم يصدر شريطا وعظيا واحدا، ما طلعش شريط واحد وعظ، لكنه دخل مجمع القديسين وصار البابا كيرلس عظة لكل الوعاظ. يبصوا لصورة البابا كيرلس دلوقتي ويترحموا عليه. ليه؟ لأنه عرف السكة الصح. البابا كيرلس اختار الفقر من عدة نواحي، في أكله. ما رأينا البابا كيرلس تدخل له صنية مثلا عليها جبنة نستو وجبنة فلامنكو وبيض مقلي ومش الكلام ده، لا 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 انسى. البابا كيرلس كان حياته كلها قداسات، وكان بعد القداس يقعد يوزع بركة على الناس، وكان كل 10-15 نفر يحط حتة لقمة قربانة ببقه بعد ما خلص توزيع بركة على الناس. تفطر يا سيدنا يقول لك ما احنا يا ابني عمال ناكل من الصبح، واحنا يا ابني كل اللي بناكله ده ايه؟ هو بعد يقول له يا ابني هو في احلى من القربان يا ابني؟ طب يا سيدنا مش عاوز، يقول لك خلاص يا ابني شبعت. علشان كده لم يكن في ايامه في الدار البطريركية وظيفة اسمها الطباخ البابوي، ما كانش فيه موجود طباخ في البطرخان، لأن البابا كيرلس كان بسيطا في أكله. كان أكله يجي من بيت أخوه اللي في مصر القديمة، كنا نجيب العمود يعظم الله في السماء، لو دخلوا ربع فرخة مكان يمسكوا وينصروا ويحط ببقه لسرتين من الفرخة دي. يا سيدنا ما تعرفش تنصر ده ربع الفرخة ده، لو عطناه لعيل عمره 6 سنين هيقوم بيه. يقول لك يا ابني احنا رهبان يا ابني، لما احنا ننصر اللحمة والفرخة يبقى سيبنا ايه للعلمانيين يا ابني. صدقوني ما رأينا البابا كيرلس يمسك طبق خضار وياخد منه بالمعلقة مثلا، ما حصلش ما حصلش. كان البابا كيرلس ناسكا فقيرا، وكان لما يفضل شوية أكل كده بعد ما يأكل كان يضرب الجرس يدخل له التلميذ الموجود يقول له معلش يا ابني لا صغر ولا هوان، هتقرف تاكل مطرح ابوك يا ابني؟ انا ابوك يا ابني، انا اكلت واحب انك تاكل معايا. يعمل هو ياكل بيعمل حساب تلميذه او تلاميذه انهم ياكلوا من الاكل اللي جاي له هو. طب ده الاكل اللي جاي له ده على قده. يا سيدنا ده الاكل ده على قدك؟ يقول لك يا ابني يا ابني الله يا ابني الاكل اللقمة الهنية تكفي 100. كان فقيرا، كان فقيرا. انا هقول لكم على حاجة، ما رأينا البابا كيرلس ياكل ويطلع من وراه لقمة مثلا لازقة ببعض ولا لقمة ما عجبتوش اطلاقا اطلاقا. يقول لك يمسك اللقمة كده ويبسحها في يقول لك دي نعمة يا ابني، نعمة انا اتبطر عن نعمة يا ابني، ربنا يديمها نعمة يا ابني. كان البابا رجلا فقيرا. انا قلت لكم مرة واحدة
واحده جت بتسلم عليه، ست كده لابسه طرحه وبتاع، وست واضح انها بسيطه قرويه. قلت يا سيدنا انا عامله فطير الملاك وجايبه لك فطير. قال لها تعيش وتعمل يا ست، فين الفطير؟ عطت له ثلاث فطيرات في جرنان الست عاملاهم وكانوا سخنين. ولما كانوا سخنين الزيت طفى على الجرنان، فالصور والكتابة بتاعت الجرنان طبعت في الايه؟ في الفطير. البابا كرولوس مسك كده، يا رفائيل، لو ابونا رفائيل ربنا يمسيه بالخير، خد يا ابني طلع الفطير ده فوق. عم رفائيل مسك الفطير كده بصوابعينه كده وطلع فوق، حطه مع الشباك ونزل شوية. وسيدنا طلع انتظر الاخ رفائيل يدخل له الايه؟ الفطير. فضرب جرس، قال له فين الامانه يا ابني؟ قال له امانه ايه يا سيدي؟ الامانه اللي اعطيتها لك يا ابني. عمرو فين قاعد ضرب ده؟ امانه ايه؟ والبابا سيدنا ما اعطينيش حاجه. لا يا ابني الفطير هجيبه لك. فعمرو فقير يعني من اجل الكياسه كده، وهو انسان ذوق قوي يعني، طلع يجري جاب طبق وكحره الورقه بتاعت كان فطيره دول على الطبق، قال له الفطيرة اهو. بس عايز اقول لك يا سيدنا، الكتابة بتاعت الجرايد موجودة على الفطير. وعايز اقول لك حاجة تانية يا سيدنا، قال له ايه؟ الفطير ده زيت بدقيق، مش دقيق بزيت، الزيت فيه اكتر من الايه؟ من الدقيق. لان بعد ما حط الفطيرتين ثلاثة دول في الطبق بدقيقتين الزيت سيل الطبق بقى قعره كله ايه، بحيث لو وطيت كده نقط الزيت ايه تنزل. فالبابا كله ببساطة كده راح فتح الورقة وشال الفطيرة اللي من فوق، وقال له ده رفائيل. قال نعم سيدنا. قال له الفطيرة اللي في النص نضيفة قوي، ما تعصدش من الكتابة. وراح مسك سيدنا الفطيرة اللي في النص، شوف البابا الفقير، وراح كاسر الفطيره، قال له خد يا ابني، خد يا ابني بركه من الملاك، الست دي بتحب الملاك فناخد منها بركه، الناس اللي عندهم يا ابني محمرات ومشمرات ما حدش سال فينا، فناخد بركه الغلابه يا ابني، سلام الرب عليك يا ملاك ميخائيل. وقعد ياكل وعطى تلميذه بركه. شوف قد ايه، انا عايزك تحلل الموقف ده وتقول البابا ده كان قد ايه فقير النفس، قد ايه عنده قناعة بالحاجة القليلة. طيب بلاش دي ودي. البابا الفقير، واحدة ست برضو الجلبية دخلت عليه في عشية كده، وكان يسلم على الناس بعد عشية، وخلص العشية واقف بيسلم، والست دخلت يا سيدنا. قال ايوه يا ست انتوا اتعشيت. قال لها ايه البابا؟ يا بنتي عشى الغلابة عليك يا رب. البابا بس البابا الفقير، انا بكلمك عن البابا الفقير، في الديله ببساطة كده، يا طب يا سيدنا جايبالك بطين تتعشى بيهم. قال لها هات يا ست. طبعا موقف مثير اللي حوالين سيدنا، ايه البابا ده اللي بيمد ايده عشان ياخد بطين من واحدة غلبانة؟ فبعد ما الست عطت ظهرها وقربت تخرج، قال لها انت يا ست، انت يا ست اللي جبت البيض. بس نعم يا سيدنا. قال سألهم كويس يا بنتي ولا يبوظوا لي جيبي. انت يا سيدنا سألهم كويس والف هنا وسف، تعيش وتجيب يا بنتي، ربنا يعوضك ويبارك لك. وهي محروم من البيض، لكن حط البطين في جيبه. وبعد مشي واحد من المحيطين من ولاد سيدنا، قال له يا سيدنا تمد ايدك وتاخد بطين؟ قال له انت مالك انت بقى، انت مالك انت بقى، المسيح يا ابني قبل فلسين من الست الارمله، اكثر بخاطرها يا ابني، دي ست بركه، وانت زعلان ليه؟ هنطلع فوق وانا هاكل بيضه وهديك بيضه.
يعني كان مستحيل سيدنا يكون بالطين، مستحيل. اللي انا عايز اقوله بس شوف النفس الراضيه بتاعت سيدنا، شوف النفس اللي فيها مسكنه، شوف النفس اللي تقبل بالطين، شوف النفس تقبل فطيره ملاك، شوف النفس الوديعه. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. صدقوني لما كنا نشوف سيدنا خدوده محمره كده نقول ياها سيدنا النهارده فطران حته فطاره. سيدنا انت مبسوط؟ يقول لك النهارده مبسوط. ليه؟ في واحده جابت لنا شاكوريا. انا في الاول خالص كنت افكر الشاكوريا دي لحمه لحمه مش عارف ايه، طلعت الشاكوريا دي خضره زي الحلبه زي الجرجير، زي الجرجير كده، وكان ياكلها ويبقى مبسوط مبسوط مبسوط. البابا الوديع، الباب هو ده بطرك الاسكندرية او بابوات الاسكندرية، البابا اللي يرضى بقليله، البابا اللي يجيله شال ويقول لك طب يا ابني ربنا يعوضك، حط يا ابني هنا، طبقه حطه هنا، حط الشال دخله جوه سيدنا. لك لا يا ابني ما انا عندي شال اهو، ربنا يرزقها دلوقتي بابونا بردان، نديله الايه الشال عشان يدعينا يا ابن، عشان يدعينا. هو يقول كده وتلاقي ابونا داخل متمزفزف، جاي مش عارف من سوهاج، جاي مش عارف من الفيوم، يا ابونا انت بردان؟ طب يا ابني خد الشال ده. مره اخونا رفايل قال له يا سيدنا طب حط الشال الجديد على راسك انت، ولما يجي حد يديله الشال الايه؟ قال له يلا ولدي المسيح يديله القديم ولا الجديد؟ يلا احنا ندي المسيح يلا نديله احسن ايه؟ احسن حاجه. هو ده البابا العظيم اللي استحق ان يدخل مجمع القديسين ونقوله على المجمع، والقديس العظيم البابا كيرلس السادس رئيس الكهنه. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. المسيح بيقبلنا في اي وقت، يقبلنا حتى الساعه 11، والساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني، يا فرحتي لما دعاني. والساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني، وخلاص مجاني دعاني. جي في زمرقوت، جي في يوت، نمشي نمبب نفما اسقوة تترية. دي اقنس كان لي كتير من الاشغال، وفي الحقيقة كنت بطل، وامر خلاصي مش عالبال، يا فرحتي لما دعاني والساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني. يا فرحتي لما دعاني، كان فكر انه لسه بدري وانا غفلان وانا ادري، اتاني عمري يا باعد لما دعاني والساعة 11 وزي الكل اعطاني، وخلاص مكاني ليه
لحد ما بقت الساعة 11 وانا مغلوب من الخطأ والشر غرقان ومش عارف ليه بار يا فار لما دعاني والساعة 11 والعمر كله ولا ورا ولا في يوم كنت مرتاح عشت محرم من الافراح يا فرحتي لما دعاني والساعة 11 خلاص مجاني اعطاني يا فرحتي لحد ما مر بيا مخلصي وفاديا وقال لي قوم والساعة 11 دعاني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعاني دي الساعة الأخيرة هشتغل بكل غيرة لحد نهاية المسيرة يا فرحتي والساعة 11 يا فرحتي ده حبيبي وعدني يا نايا هتكون ويايا وراح انسى تعبي وشقايا يا فرحتي لما والساعة 11 دعاني خلاص مجاني جيفز مرقوت جيف يوتن ممشيرين بيت بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد له كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين. بنتكلم في موضوع الطريق الى الله، امشي مع ربنا ازاي. وصلنا النهاردة اللقاء رقم 20، النهاردة اللقاء رقم 20. الطريق الى الله اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الالتزام، الانسان اللي ماشي مع ربنا يكون ملتزم، ملتزم بمبادئه، ملتزم بمسيحيته،
ملتزم بإنجيله، ملتزم بقداساته، ملتزم بأصوامه، ملتزم بندوره، ملتزم ملتزم. النهاردة هنتكلم على حاجة تانية يستلزمها المسيرة أو تستلزمها الطريقة التي نحياها مع الله، وهي الحكمة. الإنسان بتاع ربنا لازم تعوزه حكمة. يجيب منين حكمة؟ الحكمة من عند ربنا. ما تقدرش تبقى حكيم من غير ربنا ما يدخل حياتك. حكيم يعني فيك روح الله، حكيم يعني بناء، حكيم يعني مشورتك حلوة، حكيم يعني لو فيك ضعف وسألت واحد حكيم تاخد قوة. لغاية وقت قريب كان الصعايدة، لغاية دلوقتي لما واحد يبقى عيان يقول لك أنا هروح للحكيم، الحكيم اللي هو إيه؟ الدكتور. والإنسان يروح للدكتور، وكان الدكتور زمان، كان الطب زمان غير دلوقتي، كان الطب زمان رسالة. كان واحد يقعد مع الدكتور يقول له مالك يا عم فلان شايل هم الدنيا ليه؟ يقول له اسكت يا دكتور، عندي الواد مش هيسمع الكلام. يقول له صلي له ربنا يهدي حاله. طب ايه دخل دي في الايه؟ الدكتور كان يدخل جوه العيان في نفسيته، يدخل جوه مشاكله، لانه حكيم، حكيم. علشان كده يقول الكتاب من تعوزه حكمة فليطلب من الله. هل انت حكيم؟ هل طلبت حكمة؟ الحكمة هي ايه؟ الحكمة هي هنا، الحكمة هي هنا. وبيقولوا ربنا جعل لكل شيء هنا، جعل لكل شيء راس. يقول لك الارض الراس بتاعتها السماء. طب راس السماء النجوم، النجوم بتلعلع. طب وراس النجوم القمر، النجم الكبير. طب وراس القمر لك الشمس. طب وراس الشمس لك الحرارة. طب وراس الحرارة يقول لك الإنسان هو اللي عرف يستفيد بالحرارة ويعمل منها طاقة. طب وراس الإنسان يقول لك العقل. وراس العقل الحكمة، ورأس الحكمة مخافة الله. خد بالك، الحكمة، الحكمة دي لدرجة السيد المسيح. السيد المسيح نفسه لقب بالحكمة. المسيح نفسه لقب، وقالك والحكمة تبررت من جميع بنيها. المسيح هو الحكمة، المسيح هو رأس الكل. علشان كده مهم جدا الحكمة دي تاج ما يعرفهاش إلا الفهماء. سليمان الحكيم لما حب يملك وربنا قال له عاوز ايه يا سليمان؟ قال له يا رب انا لا عايز مال ولا عايز جاه ولا عايز عيال، انا عايز بس تديني ايه؟ حكمة. يا سلام، ايه رأيكم؟ ربنا عطاله المال ولا ما عطاهوش؟ ده بيقول سليمان اعطيت لذاتي كل ما اشتهته عيناي. ما حرمش نفسه من حاجة. الفراديس جمع فردوس يعني المعلقة، والمية اللي فوق واللي تحت. يعني يقول لنفسه كده سليمان غرست لنفسي بساتين قصور، أعطيت لذاتي كل ما اشتهته عيناي، ولكن أخيرا
وجدت أن باطل الأباطيل الكل باطل، وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أما مين اللي ينفع؟ الحكمة. شوفوا كل الأنبياء بنقول موسى النبي، هو موسى ما كانش حكيم؟ لا كان حكيم طبعا. طيب زكريا النبي، إشعيا النبي، لكن نيجي عنده سليمان بالذات نقول أمثال سليمان الإيه؟ تميز بالحكمة، تميز بالحكمة. الحكمة دي ميزة للعارفين والفاهمين والعاقلين. يقول لك الراجل ده حكيم، دخله في المشكلة دي هيصلح الناس مع بعض. في واحد يخش مع اتنين مختلفين يقلبها خناقة ويموت فيها ناس، واحد يخش جوه النار بالحكمة يهدي ايه. عشان كده الحكمة مهمة جدا. علشان كده ربنا لما بيسألك عن الحكمة، وسليمان الحكيم يقول رأس الحكمة مخافة الله، سأله القديس أنطونيوس بيقول له ما هي يا قديس أنطونيوس أم الفضائل؟ أنا شخصيا كنت فاهم أنه هيقول المحبة أم أنطونيوس، لكن لا، الأم الفضائل الحكمة. يعني مش المحبة، قال لك المحبة بدون حكمة تنهدم، لكن المحبة مع الحكمة يا سلام، يستخدم الحب بحكمة. علشان كده النهاردة ربنا بيدينا درس عن الحكمة والإفراز. الإفراز يعني التمييز، التمييز. ربنا يدي لك حكمة، يا رب علمني ازاي ابقى حكيم، يا رب علمني ازاي اتصرف بروح الارشاد، علمني يا رب ازاي اتصرف بروح الفهم والمشورة العظمى، علمني يا رب روح الارشاد والحكمة التي تمجد صلاحك كل حين. الحكمة خدوا بالكم في سفر اعمال الرسل في حتة بتعدي علينا كده مرور الكرام، بيقول عن الرسل اختاروا 7 رجال، اختاروهم على اساس؟ يقول لك مملوئين حكمة. يبقى الشماس لازم يكون ايه؟ حكيم. قبل ما يبقى قسيس وقبل ما يبقى مطران وهو شماس، يبقى شماس مليان ايه؟ حكمة. الحكمة نور وضياء، الحكمة مسلك يرضي صلاح الله، الحكمة الحكمة هي الله ذاته، الحكمة هي الله ذاته، الحكمة من أسماء الله. ناخد الإقنوم الثاني، الإقنوم الثاني يقول إيه؟ بولس الرسول يقول حكمة الله وقوته، وبعدين يقول المذخر فيه جميع كنوز الحكمة. يقول لك والحكمة بنت بيتها على أعمدتها 7. في أمثال 1 الحكمة بنت بيتها على أعمدتها، أمثال 9:1. الحكمة، الحكمة دايما تبني. اللسان الحكيم حريص،
الإنسان الحكيم مش غلاط، الإنسان الحكيم يكسب حتى عدوه، الإنسان الحكيم لا يجيد صناعة الأعداء، الإنسان الحكيم يحب دايما يكون وسط خير. يعني صدقوني كان ساكن زمان قدامنا واحد الله يرحمه، كان كل خناقة تحصل في الشارع ينزل عم فلان ده يقول يا واد بطل تشهد وعيب، انا ده راجل كبير قدامك، اسمع كلامي وانا اجيب لك حاجة، اقعد بس وانا اجيب لك حاجة، وامسك تاني جريوي خلاص يعني اسمع كلامي وانا اجيب لك حاجة، اهدى بس، يقول لي ده هجيب لك حقك ويقول لي ده هجيب لك حقك، وتنتهي القعدة بانه يصلح الاثنين على بعض. ولما تحصل خناقة ويبقى فيها دم الناس تقول اكيد عم فلان مش موجود. الحكيم عشان كده الكتاب بفم السيد المسيح قال كلمة، قال طوبة للصنايعية، عارفين الصنايعية الأسطى، طوبة للصنايعية بتوع السلام، طوبة لصناع السلام. ليه؟ لأنهم أبناء الله يدعون. اللي بيصنع السلام ده ابن ملك السلام، واللي يحب يصنع سلام ده صنايعي في الورشة بتاعت يسوع المسيح، يقدر يمتص ده ويمتص ده وبالحكمة. يقول يا ولد تغلط في عمك فلان، ما كأنك غلطت فيا برضي، ده جد ابوك يا ولدي، لا 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 انت اكيد اعصابك فلتت، انا عارف، انا هروح اعتذر له، ولكن منجي نعتذر له مع بعض، يقول لا خلاص يا عم خليك، هروح انا اعتذر له نيابة، لا يا عم فلان انا هاجي معاك، اهدى ايه الحكمة دي، ايه الحكمة دي؟ لكن واحد تاني يقول له ايه؟ سكت له ليه؟ ها؟ ويطلع ايه؟ ده في ناس يجيدوا نقل الكلام عشان يقوموا الناس على بعض، دول عملاء ابليس، عملاء الخراب، حتى لو كانت الناس قالت، لكن عارفين لو الناس تنقل الكلام زي ما هو يبقى كتر خيرهم، لكن الناس يحطوا على الكلام بقى ايه؟ شوية بهارات، فلفل وكمون ودقة ويحيقوه بحيث تبقى نقلة الكلام شيطانية شرير، ابن ابليس ابن بلعال، بالاسم ابن ربنا وهو الحقيقة ابن ايه؟ بلعال. هتروح فين من ربنا يا حبيبي؟ ما تصرعه اياه ايه؟ اياه تحصد. خد بالك السلام حكمة، واصل نقل الكلام ده، ونقل الكلام ده مرض تبقى الناس عيانة بيه. ما انا مرة حكيت لكم حكاية زمان، واحدة قالت لوحدة ما دريتيش يا فلانة، قلت لها يا اختي مش فلانة اتجوزت بجد؟ دي ولدت، جابت ولد، بس ولد بقى ايه زي العسل، سمورة، كلمة سمورة دي عيب يعني، الولد غامق شوية مش مشكلة. التانية خدت من الأولى، راحت للتالتة قلت لها مش فلانة ولدت جابت واد، راحت نغمت قلت لها أسمار بدل سمورة، هي ما قالتش، حطت بس شوية حتة بهارات أسمار. التالتة قالت الرابعة ما دريتيش مش فلانة ولدت واد بعد عنك فحمة، من أسمر من سمورة لأسمر لإيه لفحمة. الرابعة قبلت الخمسة بتقول مش فلانة بلدت بعد عنك جابت واد زي القرد. ما نقل الكلام، نقل الكلام يا نقلين الكلام، نقل الكلام يا اللي عايزين تخربوا الكنيسة وتخربوا البيوت وتقوموا الناس على بعض. المهم يعني جت الخمسة قبل ستة قلت لها شفتي يا اختي احنا في اواخر الزمن، ده بيقولوا له فلانة ولدت وجابت قرد بديل، هي اصل الكلمة ايه؟ سمورة. نقل الكلام ده مصيبة،
ولا يجيده الا عملاء ابليس. لا يجيدنا للكلام الا الشياطين، اولاد الشياطين، خربين البيوت وخربين الكنائس وخربين كل حتة. طالما فيه عملاء ابليس مش هتعمر. علشان كده امتى تبقى صنايعي عند ربنا يسوع المسيح؟ طوبى لصنايعية السلام. لا، الحكمة، الحكمة. عايز تمشي مع ربنا اسلك بالايه؟ بالحكمة. قلنا الاسبوع اللي فات تلتزم، النهاردة بنقول لك ايه؟ تمشي بالحكمة. الحكمة ليه؟ ارشاد. الحكمة توجيه. الحكمة اعلان. الحكمة بركة. علشان كده النهاردة بقول لك حكمة الله وحكمة العالم. الحكمة هي عمل الروح القدس، حيث يسكن روح الله، روح الحكمة. يا سلام، كان ده في رومية 8. عايز اقول لك روح المشورة، روح الفهم، اشعياء 11:2. روح الحكمة هي روح الاعلان. روح الحكمة هي موهبة وعطية. روح الحكمة، انت تبقى حكيم. انت تبقى حكيم لما يملاك روح ربنا. عشان كده عاوز تمشي مع ربنا، اسأل نفسك هل عندك حكمة؟ ما عندك شيء، اطلب من ربنا، اطلب من ربنا. انا يا رب اديني حكمة، املاني يا رب بروح الحكمة، اعطيني يا رب ينبوع الحكمة. انت هو الحكمة، اعطيني من نبعك الفياض. الحكمة، الحكمة حلوة. الحكمة تبني، الحكمة تبعد عنك كل شر وشبه شر. حكمة الله، الحكمة التي فوق، فهي اولا تعطي استنارة. بيقول كده المملوء رحمة وحكمة. كانت الحية زمان احيا جميع المخلوقات. الحية كانت صعبة جدا. هناك فرق بين الحيلة والحكمة. ده في حاجات كده تطلع كده شيطانية، شيطانية. يقول لك ايه؟ فلان عمل مؤامرة عشان يتجوز بنت فلان. هو الجواز ده فيه مؤامرة؟ الجواز ده بتاع ربنا مش كده ولا ايه؟ لكن تلاقي ابليس يديها عنوان مؤامرة عشان يقلب الايه؟ مؤامرة ايه؟ فلان ده عمل مؤامرة عشان يفتح محل معرفش ايه. كلمة مؤامرة كلمة شيطانية يا اخينا، كلمة مؤامرة يا ست كلمة شيطانية، لا تستخدم في البيت المسيحي، ولا تستخدم في الوسط المسيحي، ولا تستخدم في الكيان المسيحي. كلام مسيحي، المسيحية فيها طوبة لأنقياء القلب. يبتاع المؤامرة، يبتاع المشورة الشيطانية، يبتاع ابليس. حبيبي افتح قلبك وربنا يملاك من روح الحكمة. كل ده زي يتكنس زي الزبالة ولن يبقى إلا روح الحكمة. كل ده، عارف جارك ولا زميلك ولا صديقك ولا عدوك يتأمر عليك ويقول يقول يقول يقول، كل ده زبالة، كل ده زبالة. المهم ربنا بيقول عليك ايه؟ ربنا، السماء بتقول عنك ايه؟ السماء بتقول ايه؟ يا رب انا عايز كما في السماء كذلك على الارض. دبرني وارشدني وفهمني وعلمني بروح الايه؟ بروح الحكمة. اسلكوا بالحكمة. الحكمة ايها الاحباء هي تدبير سماوي، لان ربنا هو نفسه الحكمة. كونوا حكماء كالحيات. وطبعا كالحيات يعني تبقاش تعبان يعني، لكن شوف الحية بتنجي نفسها لما تنام بتلف جسمها على راسها. تعال اضرب انت على جراسها من هنا لبكرة مش يجرى لها حاجة، لان راسها اللي فيها الحياة والموت هي لفاها.
تعمل ايه؟ تروح مكرمشة اسمها قوي وتروح ناطرة نفسها تطير من المكان اللي هو فيه لمكان يبعد 10 متر وتبتدي تسحب وتمشي. لان الحكمة تعيش. انت عاوز تعيش حياة ابدية؟ كونوا حكماء عشان يكون لك ايه؟ نصيب سماوي. يكون لك نصيب سماوي. انا عايز اقول لك الحكمة، حكمة الله في العهد القديم والروح القدس، يعقوب استغل الحيلة مش الحكمة، ورزق أمه مراته سلكت بالحيلة. أمه يعقوب دعني من النكد، ما البيت اللي فيه نكد منتظر منه ايه؟ الست اتحيلت على الراجل وجابت له واد غير الواد اللي مدلعاه، كان املس لبسته فروة خروف، والتاني اللي ياخد البركة كان مشعر وغش الجوزة. دي حكمة؟ دي مش حكمة، دي حيلة، حيلة شيطانية، حيلة شيطانية. اوعى تتحايل، هتجري جري الوحوش وغير رزقك مدحوش. والناس ولاد البلد يقول لك لا حيلة في الرزق، ولا مش كده، ولا شفاعة في الموت. يعني ايه؟ يعني اللي من نصيبك هتاخده. قل له يا رب انا راضي، انا راضي، انا راضي اللي هتدهوني، انا راضي بالبركة اللي انت هتقسمها لي. انا عايزك اللي لا تتعلمني الحكمة يا رب، علمني الحكمة. النهاردة الحكمة، رفقة سلقت بالحكمة عشان تحصل لابنها يعقوب على البركة، وغش مين؟ غش أبوه، غش أبوه. وبعدين الحكمة تبررت من جميع بنيها. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون أمام الله بلا حيلة. ربنا لما بيدعيك بالحكمة بيدعيك تاخد نفس من الروح القدوس. يا رب املاني بروحك عشان ابقى حكيم. الحكمة مش من عندك، مش من عندك. من تعوز حكمة فليطلب ايه؟ من الله. النهاردة اجيب الحكمة منين؟ اجيب الحكمة منين؟ انا هقول اول مصدر للحكمة هو الروح القدس. ان كان احد تعوذه حكمة فليطلب من الله بايمان غير مرتاب البتة. يعقوب 1:5-6. اي يا رب علمني مين هيديك حكمة. سليمان طلبها من مين؟ من ربنا. وربنا مش يبخل عليك. وربنا لما حتى لما قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ما قالش ومسكتش، قال لك وهذه كلها، كل الباقي هيزاد لكم. بس اطلب من الاول الحكمة. الحكمة تفتح عينيك، تخليك تشوف مسافات بعيدة، تخليك تشوف ما بعد الاحداث، تخليك تشوف الخسارة قبل وقوعها، تخليك تشوف ابنك قبل ما يفشل، تخليك تشوف بنتك قبل ما تخرج عن طوعك. الحكمة، الحكمة. ما تفتحش عينين عيالك على الشر، ما تجيبش حاجات وحشة وتفرج عليها عيالك تقول خلي الواد. يعني انا مرة شفت واحد كان من ولادنا، هو دلوقتي ما بيجيش الكنيسة، اخته جابت ولد وقف قدامي قال على فكرة مول الواد ده هيطلع راجل. بقول له ازاي يا فلان يا ابني؟ قال لي بس ايه ويسكي؟ قلت له الواد الصغير ده، قلت له الويسكي ده هيخليه راجل؟ قلت لي اه، يطلع يا كده يكبر يبقى راجل. صدقوني مسكين، مسكين، وعياله مساكين، وبنخده ده مسكين. مش عايز اقول لك الواد ده بقى شكله ايه دلوقتي، لكن عيب. الحكمة، الحكمة. مين قال في انهي قاموس، في انهي علم،
يا سيدي لو الخمرة تخلي العيال تطلع رجالة كانوا يسقوها في المدارس عشان كل العيال يطلعوا ايه رجالة. كان الدكاترة كتبوها للعيال في الروشتات دكاترة الاطفال، لكن بتاع ابليس المطموس عنده الخمرة تخلي الواد يطلع راجل. فين الحكمة؟ فين الحكمة؟ لو سمحت لو سمحت، الحكمة هي عمل روح الله، الحكمة هي عمل روح الله. عايز اقول لك كمان الحكمة مش بس من ربنا، ممكن تاخد حكمة من مصادر تانية، من رجال الله. علشان كده عندنا نصيحة بتقول ايه نصيحة؟ الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الشجر. بلا مرشد يعني بلا حكماء، بلا ايه؟ بلا حكماء. الانسان لما يكون عاوز حكمة يقول لك من جاور السعيد يسعد، ومن جاور الحكيم يتعلم ايه؟ الحكمة. وناقش الحكيم تزداد حكمة، ناقش الغبي تزداد جهالة. علشان كده مهم جدا جدا انك تطلب من ربنا انك تعاشر الحكماء. اذكروا مرشديكم، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة. حاجة ثالثة، الحكمة ناخدها من ذوي الخبرة. يعني ايه؟ يعني ما قلتش انا هشتري 10 فدادين وازرعهم. طب انت يا عمي تفهم في الزراعة، تفهم في امراض الزراعة، ليها ناس. صدقوني حتى المخلل له ناس، بتوع المخلل لو حبيت تشتغل بتاع مخلل ممكن تبقى بتاع مخلل، لك بتاع مخلل فاشل، لان كل واحد له ايه؟ صنعته. وما اقوله ايضا اقوله على الامور الدينية، والا ما كانوش يدوا دكتوراهات في الكتاب المقدس ودكتوراهات في اللاهوت. ناخد الخبرة وناخد العلم من مين؟ من اصحابه، مش كده ولا ايه؟ علشان كده ان احبائي المرشدين المعلمين، السيد المسيح كان يقول له ايها المعلم الصالح خد حكمة، خد مشورة، خد فهم، خد حكمة، خد تدبير. اهم مجال تلزمه الحكمة. الحكمة دايما تعمل خير. ما تلاقيش واحد حكيم يقومك على اخوك، بلاش هو يقوم على اخوه. لا، ممكن يسلط واحد يقول له انت عارف اخويا، مش هيقول اخويا طبعا، يقول عارف فلان قال ايه عليك. فين الحكمة؟ فين الحكمة يا نصراني؟ فين الحكمة؟ لا، ده الخير له ناسه والشر برضه له ايه؟ له ناسه، عملاء ابليس. لكن عايز اقول لك حاجة، الشر واضح وكلاهما يحتاج الى افراز امر محير، يحتاج الى افراز وحرارة روحية، الامر يحتاج الى التفصيل. يعني واحد بيقول له واحد، صحيح يا فلان انت دعيت عليا؟ قال له اه. قلت لا، لما قالوا لي ان عندك مرض وحش قلت لا، ربنا يعيش فيك يا يريحك. قال له لا، انا جاتني ربنا ياخدك. النقلة. لكن ثم ده حتى يا اخي اللي بيبلغك ده، حتى لو كان دقى عليك، لو في امانة روحية ما تقولش المشكلة برضو لايه؟ توبة لصناع السر، مش صنايع، ما يعرفش يعمل خير. الخير له ناسه والشر له شياطينه.
انا عايز اقول لك الليله دي مجال صناعه السلام، الامر يحتاج الى صناعه نقيه، الى صناعه روحيه. هناك امور حساسه تحتاج الى افراز بعمل الروح القدس. الحكمه تعطي المفهوم السليم. واحد عاوز يروح يتربى، قال لأهله شوفوا بقى انتوا كلكم هتروحوا النار، انا هترهبا عشان اكسب الحياة الابدية. وراح عند رئيس الدير وطعن يا سيدنا، قال له اهلا يا حبيبي، قال له انا جاي عشان ايه؟ عشان اترهبا. وماله يا ابني؟ ربنا يديك نعمة، انزل البس الجلابية البيضة واخدم في المجمع الضيوف، اكل الضيوف ولم الاطباق. قعد يغرش ماله، وانا جاي اشتغل خدام عند اهاليهم. لكن الناس قالوا له اسمع الكلام، خلاص نزل. نزل بقى، وانت عارف الناس اللي رايحين الرحلات في ناس عندها تناكه شويه، لو سمحت يا اخ شويه فول هنا لو تكرم، هات ميه هنا، والتاني يقول له لو سمحت شويه زيت هنا. قال انتوا ايه؟ احنا ولاد ناس. اخ رايح يترهبا وما عندوش حكمه. رئيس الدير قال له يا ابني بيشكوا منك انك بتتنرفز على الناس، قال له هم الناس وحشه يا ابونا، الناس وحشه بينرفزوني. قال له طيب سيبك من الناس دي، وانا هحطك في خدمه بسيطه وربنا يديك حكمه. عارف ابونا سلوانس؟ قال له عارفه، الراجل العجوز. قال له طول النهار قاعد قدام القلايه، تقعد جنبيه يعوز يشرب، يعوز يحتاج كوبايه شاي، يغسل جلابيه. انت تبقى خدمتك في الدير هي خدمه ايه؟ ابونا سلوانس. راح ابونا انا هاخد بركه وهخدم معاك. قال له عشت يا ابني، اقعد اقعد. شو ابونا سلوانس قال له ايه؟ يا الساعه كام؟ الساعه 10 الا 5. ابونا سلوانس نسي. بعدها بخمس دقايق قال له يا اخ يا الساعه كام؟ قال له انت وراك البوسطه يا ابونا، وراك الوصيفه، ما انت مرز طول النهار مطرح ما انت قاعد. حقك عليا يا ابني، حقك عليا. طب اسقيني يا ابني. جاب له كوبايه ولا القله، شرب. وبعد ما شرب قال له يا اخ، قال له نعم، قال له لا انا هجيب لك القله جنبك، مش كل شويه تقول اسقيني اسقيني. ابونا سلوانس مسك عصايته وراح لرئيس الدير، قال له الاخ ده بيشخط فيا، لو قلت له اسقيني يشخط فيا، لو قلت له الساعه كام بيشخط فيا. بعت الريس جابه، يا اخ مش طايق خدمه ابونا. قال له لا ده ابونا، اصل ده ابونا ده فوت يا ابونا وعنده زهايمر بيشرب وبينسى، انا اقعد كل شويه اسقي اشتغل تسق انا ولا ايه؟ قال له خلاص يا ابني انت عاوز ايه؟ قال له بص انا عايز جلايه لوحدي اعيش فيها لوحدي. برضو واحد جاي يترهبا من الدار لقلايه ينفع؟ قال له خلاص يا ابني في جلايه على الجبل، خد لك خبزتين ثلاثه وخد لك ابريق ميه، ما كانش طالع البلاستيك ساعتها، واطلع فوق وعلى ربنا ما قدرك. عارف الرئيس عارف انه مش هيتحمل، وطلع. قال يا سلام، هنا لا في ضيف يقول لي يا واد هات فول ولا هات زيت ولا ابونا سلوانس يفقع مرارتي كده، انا هنا ايه عجبت البتاع كده. راح منزل البريق على الارض، حطه على الارض، والمخله اللي فيها الخبز حطها على الارض، وقعد لقى القلايه دي فيها شباك جايب هواء. قال بس هحط البتاع بتاع الفخار ده على يخبطوا الهواء اشرب ميه ايه؟ اتاري البريق لما اتحط على الارض لزقت فيه زلطه، بيحط البريق كده يعدله كده يعدله كده مش عاجبه، فراح ماسك البريق وراح خبطه في الارض كسره. بص البريق قال هنا لا في ضيف عاوز فول نرفزني ولا ابونا سلوانس غضبني، لا 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 انا ما عنديش حكمه،
المرض جوايا، اطلب حكمة، اطلب حكمة ربنا يديك استنارة. اطلب، ما تبصش نفسك في المراية، بص لاخرتك، هتروح جهنم من غير الحكمة. اطلب الحكمة، ده الشيطان ممكن يقومك على ابوك وعلى اخوك وعلى مرات اخوك ويشتغل معاك طول الليل بالحكمة. اذهب عني يا شيطان. الحكمة تنجيك من المهالك، الحكمة تديك استنارة، الحكمة تخليك ما تبصش لتحت، تبص لفوق، ما تبصش جيبك، بص لأبديتك. الفقير عايش والغني عايش، لكن المهم مين فيهم العازر ومين فيهم الغني؟ الاثنين هيموتوا، لكن مين فيهم الحكيم؟ مين اللي عمل لاخرته؟ مين اللي بنى لحياته؟ العملية محتاجة افراز. مفراز يعني ايه؟ الافراز هو التمييز. الحكمة والافراز هما هما وجهين لعملة واحدة. الافراز ده يجي ازاي؟ وازاي نميز؟ ما في واحد ما عندوش تمييز، مش شايف غير مصلحته بس، شايف ان هو بس اللي بيفهم، شايف ان هو بس الاستاذ، شايف ان هو بس المعلم، شايف لا، وهو وربنا من فوق يقول له الا تعلم انك بائس وفقير وعريان واعمى. ربنا يا اخي، ربنا ده ربنا بيدي ديدوموس الضرير موهبة تفسير الكتاب المقدس، وانت لك عينين قد كده تعد بس بيها الفلوس وتطبخ بيها الاكل وتشكلي في الاكل، عينيك اصمرتي بيها ايه؟ الذي اعددته لمن يكون، هقول لك تاني، الذي اعددته يشطاني لمن يكون، الذي اعددته لمن يكون، لاخرتك، لابديتك. كم حكمة وكم فضيلة وكم نفس انت مسؤول عن خدمتها في بيتك، وانت مدي ظهرك لبيتك ولعيالك ولأسرتك، انت مسؤول. كنيسة يوم اتجوزت لبسوك بورنوس، بورنوس ده بتعبونا عشان يقولك انت مسؤول عن البيت ده، تعطي حساب امام الله. انا عايز اقول لك الليلة دي لنا لقاء اخر مع الحكمة والافراز. ايه هو الافراز؟ وازاي نجيبه؟ وازاي نميز بيه؟ وازاي نقتنيه؟ والدنيا قالت ومين كتب على الافراز؟ الافراز نعمة، وليدة الحكمة. الانسان الحكيم يستطيع ان يفرز، ان يميز. ده في ناس في العهد القديم سم نفسهم الفريزيين بتوع الافراز او الفريسيين، لكن لا كانوا فريزيين ولا يعرفوا الافراز، ونالوا الويلات من رب السماء والارض. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراءون. يباركني ربنا ويبارككم، يعطيني ويعطيكم نعمة، يهيئنا ويكملنا، يثبتنا في حبه ويكملنا في مجده، حتى ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا للرب نحن، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. نرنم معا محلى أيامك يا كياه، وإحنا على أبواب شهر كياه، نقول الأربع أعداد أو الخمس أعداد، كل عدد بيخاطب أسبوع من أسابيع شهر كياه الأربعة. محلى أيامك يا كياب، أيامك كلها تسابيع بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح، بنسبح أربع هوسات في عشية كل أحد، ونقدم سبعة مجيد لتطويق أم الملك،
جبرائيل بشر الكائن زكريا بميلاد المعمدان صوت صارخ في البرية الأحد التاني جبرائيل بشر ابنة يوقيم بميلاد عمانوئيل صانع الخلاص العظيم الأحد التالت العذراء تذهب تخدم ليصة ارتقض الجانب بابتهاد في بطنها الأحد الرابع لصبار ولدت عطية السماء يوحنا المعمدان أعظم مواليد في 29 من كيار في المزود ولد يسوع يعطينا خبز الحياة ويروينا من الينبع محلى أيامك يا كيار أيامك كل تسابيع بنطوق فيها الأطراق ونمجد اسم المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هجاوب على شوية أسئلة قد الوقت. سؤال بيقول كيف توجد إعلانات عن رحلات إلى القدس مع العلم أن قداسة البابا شنودة الثالث منع هذا؟ أولا لا توجد إعلانات داخل الكنائس، شركات السياحة إحنا لا سلطان لنا عليها، موقف الكنيسة من هذه الشركات كل واحد يبني له أب اعترافه، صاحب الشركة له أب اعترافه، فإحنا لا تكن ديانا، لا تكن ديانا ولا تعمل زي الناس يعني المتربصين. ولما البابا راح القدس عشان يصلي على الأنبا إبراهام قامت الدنيا عند بعض الناس. البابا لم يذهب للقدس في موسم القدس عشان يشوف النور والحاجات دي، دي حاجة. الحاجة التانية البابا له رعوية في القدس، فواجب عليه ان يروح يشوف رعويته هناك. الحاجة التالتة البابا تودروس سئل اول ما قالهم موضوع القدس ده انا هسيبه لكل واحد مع اب اعترافه، انت روح لاب اعترافك ولا تدينه لكي لا تدانه. لكن بس انا لفت نظري سؤال ثالث كاتبه صاحب السؤال وانا الحقيقه يعني هقوله لكم. ليه اسئله المسابقات صعبه؟ المسابقات اللي انا بوزعها صعبه؟ انتوا شايفين ان هي صعبه؟ اتحملونا معلش. ده الاستاذ سمير بيقول لي يا ابونا ده احنا دي مسابقات سهله جدا ومفروض تكون كده، اها ناس شايفه انها صعبه وناس شايفه ان هي ايه سهله. معلش يعني ربنا مش هيضيع تعب حد. سؤال تاني ابونا الحبيب بعلمك الغزير، انا لو عندي علم غزير ما كنتش ادرس لغاية دلوقتي، انا لسه واخد ماجستير شهر 12 اللي فات وبحضر للدكتوراه، فانا لو عندي علم غزير
ما كنتش افضل لغايه دلوقتي واسهر الليالي عشان ادرس، فانا للان تلميذ. واجمل لقب هو تلميذ، بتوع المسيح التابعينه سميوا ايه؟ تلاميذ. فانا واحد من هؤلاء التلاميذ. واحد كان قابلني مره قال لي: يا ابونا انت قبل الكهنوت كنت بتشتغل ايه؟ قلت له: ما انا خايف اقول لك تزعل. قال ايه؟ قلت له: كنت صياد على الترعه بصطاد سمك. قال لي: معقوله؟ قلت: يعني انا احسن من بطرس يا ولدي؟ ها؟ وبعدين قال له ايه؟ مش هتكون صياد سمك، هتكون صياد ايه؟ ناس. انا ابني خريج الكليه الاكليريكيه قسم النهاري سنه 70، اتلمست على دين البابا شنوده، كان لسه اسمه الاسقف الانبا شنوده والانبا غيرغوريوس وابونا صليب سوريال وابونا بولس باسيلي، جيل العمالقه يعني. طيب، واحد بيقول: تربينا منذ صغرنا على اننا لكل واحد ملاك الحارس، ولكن سمعت في احدى عظات البابا شنوده قال فيها ان ملاك واحد يكفي لحراسه كل البشريه، واستشهد بالملاك الذي قتل 185,000. فهل هذا يعني انه ليس لي ملاك حارس خاص بي؟ صلوات قدسك يا ابي. لا، انت فهمت البابا شنوده غلط، والبابا شنوده ما يقولش كده، لان نصوص الكتاب المقدس والبابا شنوده اعلم بيها لما يقول: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. يبقى واضح. وبعدين في يشوع بن صراخ بيقول لك: لا تخطئ امام الله لئلا يغضب منك ملاكك. يبقى في ملاك. هو البابا شنوده لما قال ملاك واحد عاوز يقول ان ملاك واحد ممكن يعمل عمل كبير جدا، عمل كبير جدا. فملاك واحد قتل 185,000 من جيش اشور، دي قوة ملاك واحد، لكن مش ملاك واحد لكل الناس. لا، وإلا يبقى ملاك واحد في كل الكنائس، وملاك واحد هو اللي ياخد الارواح، ونرجع لفكرة خرافة عزرائيل. مفيش حاجة اسمها عزرائيل، ان كلمة عزرة يعني معونة، وإيل يعني الله، عزرائيل يعني معونة الله. فيا ابني انت فهمت القصد البابا شنوده غلط. سؤال، واحد بيقول لي: انا انسان شغلي صعب جدا ومتعب جدا واحتاج الى اكل اللحوم، والا مش هقدر اواصل في شغلي. يعني كاتبه لك الدكتور، كاتب لك في الروشتة. طيب نشوف بقية السؤال. بس يعني مش هقدر اصوم، وسألت اب اعترافي بهذا الشأن فاصر على الصيام وقال انه ضروري جدا، فما رأي قدسك؟ انت عايز توقعني مع اب اعترافك، تروح تقول لابونا يؤنس قال وانت قلت، ويبقى الجماعة وقعوا بعض؟ لا، هو الصيام له اهميته. الصيام حبيبي مش لحمة وفول، لا، الصيام هو إرادة. الصيام هو إرادة. الصيام مش انك ما تاكلش، ما الشياطين ما بتاكلش. مش الصيام انك تفضل طول الليل تخبط دماغك وكريه ليسون كريه ليسون، ما الشياطين ما بتنامش. هي الشياطين ليها جسم عشان ينام؟ الشياطين. والكلام ده الشياطين قالته لابو مقار، قال له: انت بتعمل ايه يا ابو مقار؟ انت تصوم ونحن لا ناكل، وانت تسهر ونحن لا ننام. امال الصيام ايه؟ اول صيام فرضه ربنا ما كانش عن اللحمه، كان صوم نباتي. قال له: من جميع شجر الجنه تاكل، اما الشجره دي تصوم عنه. كان صوم نباتي. يعني انت ممكن تصوم وتقول: بيعملوا لي مكرونه اسباكيتي بالبشاميل الصيامي، وده نوع من الدلع، انا هصوم عن المكرونه.
بكل أنواعها. الإرادة، الإرادة، أنا هعمل فول بالبصل والطماطم وبدل ما باكل رغيف هاكل ثلاثة، لا انت بتاكل فاتح للشهية، ده مش صيام. الصيام هو إرادة. يعني ايه إرادة؟ يعني تقول لا. لما تقول الأكلة دي لا أو الأكلة دي لا، تقدر تقول للخطية لا. هو إرادة. وصوم لسانك عن الشر وشفتيك عن النطق بالباطل. الصيام كان عندك إرادة تمنع بطنك، تقدر تمنع عينك، تقدر تمنع بقك، تقدر تمنع لسانك. الصوم إرادة. حبيبي انت لو خليت عندك إرادة وتفاهم مع أب اعترافك، إن كان الدكتور قال لك مثلا يعني أنت ما تقدرش تصوم، اتفاهم مع أب اعترافك. والكنيسة حنينة، ممكن أب اعترافك يديك حل لغاية نص الصيام مثلا. مثلا أقول لكش رحت خانق معاه وقول له أبونا يؤنس قال لا. أنا عايز أقول أبونا هو الدكتور الروحي، دكتور روحي. زي ما الدكتور يقول لك ما تاكلش بيض، ما تاكلش سمك، انا هقول لك واحد يقول لي يا ابونا الصوم ده جميل، يا سلام ده الواحد يشبع جمبري. لا، اذا كان الجمبري فاتح للشهيه يبقى مش صيام. لا 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 لا، خلي عندك ضوابط لارادتك. الصوم هو اراده. روح لاب اعترافك، ما تغيرش اب اعترافك. روح لأب اعترافك وتفاهم معاه وقل له ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية. وإن أصر على الصيام يبقى لازم تصوم. هو أدرى بيك، الدكتور بتاعك أدرى بصحتك وأدرى بإرادتك. أما لقاك يعني بتضعف كده يعني، هو بقى في 100 حل وحل. انا ما اقدرش اقول لك بقى الروشتات، والا تسرق الروشتة منهم وتروح لاب اعترافك وتقول لابونا ليه. ابونا هيقدر يدي لك روشتة كويس. سؤال استاذ سمير. سلام ومحبة وبركات السيد المسيح تكون معك ومع اولادك ومعاكم جميعا يا رب. اذا كان انسان مسيحي ثابت في المسيح والمسيح ثابت فيه، على فكرة ثابت ده أبوك إن هو اسمه سمير ثابت، فهو زعيم العيلة. ثابت في المسيح ويسير في منتهى الاستقامة وملتزم لأقصى الحدود، يستخدم الحكمة في جميع تصرفاته، فهل يحتاج إلى مناولة؟ وماذا يقول لأب اعترافه؟ شوف حبيبي، أنا عايز أتضع في ذهنك. أنت بتقول إذا كان إنسان يصنع البر، يصنع المستقيم في عيني الرب، سيد المسيح بيقول إن فعلنا كل البر فنحن عبيد بطلين، وليس عبد بلا خطية، وجميعنا في الموازين إلى فوق. إلى فوق يعني مش قادرين الكفة بتاعتنا تنزل. ممكن تكون موازين الكمال مش واضحة في عينين حضرتك. يعني واحد مرة واحد قابلني قال يا ابونا احب اطمنك انا عمري ما زنيت، فانا الحمد لله طاهر. قلت له كويس، هل جات لك فرصة زنا وانت عملت زي يوسف وقلت كيف؟ قال لي لا. فين؟ يا ريت. قلت له ايوه. يبقى انت عفيف رغم انفك. عفيف رغم ايه؟ رغم انفك. قلبك ليس نقيا امام الله وتشتهي الخطيه. هز دماغك. قال لي يا ابونا معاك حق، ممكن من المفاهيم تكون ملعبكه شويه،
واحد تاني يقول لك يا ابونا انا بدفع للغلابه. حلو، لكن بتدفع قد ايه؟ بدفع العشور. طب ايه رايك في كلام السيد المسيح؟ ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيون، يعني تزود عن العشور. طيب ممكن يكون ليك حد في عيلتك محتاج مش لاقي ياكل، وانت قافل احشائك من ناحيته. طيب بلاش دي ودي، ما موقفك من الاتحاد بالله؟ هل بتصلي يا رب عايز اتحد بيك الى درجه كام؟ بلاش دي ودي. موقفك من الصلاه السهميه اللي قالها السائح الروسي يا رب يسوع المسيح ارحمني، كان بيقولها في اليوم 100 مره، وبعد شويه بقت 500 مره، وبعد شويه بقت في اليوم 1000 مره، وبعد شويه بقى يقولها مع الشهيق ومع الزفير، يعني كل نفس. اين انت من كمال هؤلاء؟ اين انت من الكمال الروحاني اللي عاشوه ابائنا القديسين، اللي كان بينام وهو بيصلي وينعس، واول ما ينعس يحلم انه بيكمل صلاة ويخلص صلاة نص الليل ويخش على صلاة باكر، يصحى الصبحية هو في نص صلاة باكر يرشم الصليب ويكمل. اين انت من هذه الصلاة الدائمة؟ اما انا فصلاة. اجي الموضوع التناول. التناول لا خيار لك ولا لي فيه. التناول ده شرط، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه. ليس انصحك اقرأ يوحنا 6، واقرأ على مهلك انجيل يوحنا اصح 6، واقرأ على مهلك وشوف ربنا لما قال جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسد ابن الانسان ويشرب دمه، ومن لا يأكل ليست له حياة ابدية. المناولة مش اختيارية. هتقول لي انا ما استاهل شيء، قول يا رب اجعلني مستحق. كتير ناس لما يجي اقول افتح بقك يا رب اجعلني مستحق تناول من اسرارك المقدسة، ربنا يدي لك. وانا اصلي ربنا يقرب اللي ما بيتناولوش، يقربوا لسر التناول. لان شوفوا يا جماعة، في حاجات مالناش خيار فيها. المعمودية مالناش خيار فيها، من لا يولد عادي مالناش خيار فيها. التناول مالناش خيار فيه، لكن الكهنوت عشان تبقى قسيس ده يعني بيدعى، ناس بيدعون وقليلون ينتخبون، ولا يأخذ هذه الكرامة من نفسه، بل المدعو من الله كما هارون ايضا. مش مفروض عليك تبقى قسيس، لكن في بيتك تبقى كاهن بيتك، تقودهم في الصلاة وتقودهم في الصوم وتقودهم في حياة الملكوت، وتقرأ معهم كتاب مقدس مع أولادك ومع أحفادك، وتكون يعني صورة نقية تمجد صلاح الله. كل ما ربنا يدخل البيت بدرجة أعلى، بيوتنا تبقى نقية ويسكن فيها البر. رحلة الصعيد أوشكت إنها تخلص، فاللي ما حجزش يحجز، وهي تاريخها يوم 30 يوم الجمعة بالليل لغاية الجمعة اللي بعديها بالليل. وربنا يديكم نعمة، واللي عاوز يحجز في المكتب برا. روح الله ماليني هو زيني، روح الله ماليني يا صاحبي النبي.
روح الله منيني هو بيعزيني صوت يسوع مني بي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا القدوس المزخر فيه جميع كنوز الحكمة، املأ قلوبنا وعقولنا ونفوسنا من حكمتك، دبرنا يا رب بالحكمة السماوية، ابعد عننا رب اللوع، ابعد عننا يا ربنا الكلام المزيف، ابعد عننا حكمة العالم المملوءة جهالة، املأنا يا رب بروح المخافة، املأنا يا ربنا بروح الإفراز، عرفنا يا رب كيف نكون حكماء من أجل اسمك، هيئنا يا ربنا لبرك، هيئنا لمجدك، هيئنا لكمالك، هيئنا لجمالك، عرفنا يا ربنا أن نكون قطيع مقدس يبني يعلم بحكمة بمجد بالتضاع، اسقينا من نعمتك، اروينا من محبتك، شبعنا من خبزك الحي الذي فيه الحياة الأبدية، كملنا في رضاك، عيننا على العمل بوصاياك، اذكر المتألمين، اذكر بيوت الممزقة، اذكر النفوس الضعيفة، البعيدين قربهم والقريبين ثبتهم، كملنا في رضاك الى النفس الاخير، احفظنا من كل دنس العالم وشرور العالم، الهنا القدوس المبارك املأنا من كل عطية وكل موهبة نازلة من عندك، بركة امنا العذراء مريم، رؤساء الملائكة الاطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال صدقيال سراتيال انانيال، كل جميع الطقوس السمائية، كل الشهداء ولباس الإسكيم وسكان البراري، أبونا أنبا كيرلس والشهيد الأنبا ونس والست رفقة وأولادها الخمسة، اسمعنا لما نقول لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطي لنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة نعمة عطية روح القدس مع جميعكم، امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعا. أصل المسيح